تحياتي ليك يا احمد، وتحياتي لساره والكابتن هاني العجيزي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. الفرحه لسه مستمره طبعا بعد فوز الفريق ببطوله دوري ابطال افريقيا بالامس على نادي الزمالك، وتحقيق اللقب التاسع في تاريخ النادي الاهلي. معايا في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي واللي ساهموا بشكل كبير وفعال في هذه البطوله، هو الكابتن حسين الشحات. يا حسين الف مليون مبروك، بطوله مهمه جدا وكل جمهور الاهلي كان مستنيها في الحقيقه. حبيبي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والله الله يبارك فيك الاول طبعا، وتحياتي للاستوديو التحليلي كله، وبقول لهم مبروك علينا البطوله التاسعه الغاليه اللي كانت غايبه عنا بقالها فتره. فالحمد لله يعني دي كانت اهم حاجه احنا كنا مركزين فيها من اول السنه، حتى من السنه اللي فاتت بعد مباراه سان داونز، حتى ما اتكلمنا كلنا ما طلعنا كله قال يا جماعه احنا ان شاء الله السنه دي هنجيبها وهنصالحكم بيها، والحمد لله كنا على قد كلمتنا وكلنا كنا رجاله من اول السنه. السنه الطويله جدا ديت بالكورونا بكل حاجه، فالحمد لله قدرنا ان احنا نحققها بعد تعب كتير، بعد تعب كلنا عملناه مع اربع مدربين حققوا البطوله ديت، فالحمد لله يعني الحمد لله. اكيد لحظات كانت صعبه جدا على مدار البطوله، مباريات خارج ملعبك وداخل ملعبك وتحديات قويه مع فرق كمان كانت قويه. اصعب المباريات من وجهه نظرك بخلاف المباراه النهائيه تقريبا هي الاصعب، لكن لان هي كانت مباراه القرن في كل الاحوال وفوز كان مهم، لكن اصعب المباريات على مدار البطوله والتحدي اللي كان بالنسبه لكم مهم وقوي جدا خلال هذه البطوله؟ والله يعني طبعا مباريات افريقيا كلها طبعا انت عارف ليها كلها صعبه سواء بره او جوه او اي حاجه، بس المباراه بصراحه اللي كانت بالنسبه لنا كلنا كنا لازم رد الدين ورد المكسب اللي احنا الخساره اللي احنا خسرناها ديت ولازم نكسب سان داونز سواء هنا او هناك. يعني الحمد لله احنا قدرنا اللي احنا نكسبهم هنا وقدرنا نتعادل هناك، لان كانت مباراه صعبه جدا واحنا كنا عايزين نكسب، يعني كنا عايزين نكسب، فدي كانت الحمد لله حاجه كانت فرقه معانا كلنا. يمكن حتى المباريات كلها كنا الاداء كان كويس ما عدا امبارح، يعني امبارح الاداء ما كانش كويس، بس الحمد لله حتى احنا اتكلمنا واللعيبه كلها مع بعض وسواء المدرب قال لك يمكن يعني الاداء ما كانش كويس جدا اللعيبه كلها، اهم الفوز دايما قال لك بس اهم حاجه الفوز، قال لك الوداد احنا رايح جاي كنا احسن في الاداء والمكسب، بس طبعا مباراه امبارح الاداء ما كانش المطلوب هو بس الحمد لله قال لك اهم حاجه اللي احنا كسبنا واهم حاجه خدنا البطوله، دي كانت اهم حاجه الفرقه من ماتش امبارح. في فتره من الفترات حصل تغيير في الجهاز الفني، مستر نيفايلر مشي جه مستر بيتسو موسيماني، ازاي يتعامل معاكم مستر بيتسو موسيماني في مرحله كانت هي الاصعب في البطوله قبل النهائي ماتشين وداد بعد كده نهائي الزمالك، ودي حاجه مش سهله ان مدرب يعمل عمليه من الانسجام ما بينه وبين اللاعبين بصراحه، قول لي ايه اللي حصل ايه الكواليس؟ والله بص يعني الحمد لله، يعني طبعا هو انا زي ما قلت لك البطوله ديت احنا اربع مدربين شاركوا فيها سواء مستر لاسارتي وسواء كابتن محمد يوسف سواء مستر فايلر سواء مستر مستماني، فاربع مدربين، فطبعا انت كل ما مدرب بيمشي كل ما مدرب بيجي انت طبعا بتفرق معاك جدا، ان انت طبعا بتبقى عايز تعمل كل حاجه عشان خاطر المدرب وبتثبت نفسك والكلام ده كله، بس طبعا يعني مع مستر فايلر كنا ماشيين كويس جدا معاه والحمد لله صعد معانا لحد السيمي فاينل، فكان ماشي معانا كويس جدا ومشي، فطبعا لما مستر موسيماني جه يعني مدرب صايع جدا كوره. اتكلم معاكوا ازاي؟ ما انا بقول لك هو مدرب صايع كوره بصراحه، صايع كوره وعارف افريقيا وعارف كل حاجه، فهو مدرب كبير، فالحمد لله لما جه قدر اللي هو يلمنا قال لك انا جاي، هو اول ما جه قال لك انا جاي عشان خاطر افريقيا بس، قال لك وانا ان شاء الله انا السنه دي وقال لك انا جاي احقق السنه دي ان شاء الله، فقال لك ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحققها، وامشوا واعملوا زي ما انا بقول لكم وان شاء الله نقدر نحققها، فالحمد لله يعني قدرنا نعمل معاه كده. اي حد هيضيع الفرصه بتاعت حسين الشحات امبارح كان هيتاثر نفسيا في المباراه، انا ما حسيتش بصراحه انك اتاثرت وكملت المباراه بشكل طبيعي، اتكلمت مع نفسك ازاي؟ قلت لنفسك ايه بعد ما الكوره اللي في مباراه الزمالك دي ضاعت؟ والله الحمد لله طبعا يعني كانت كوره، يعني خلي بالك الكوره دي بتبقى حتى ما كانش في توفيق، اسال كابتن هاني العجيزي واسال اي حد، هي الكوره دي بتبقى اصعب كوره اصلا، لان خلاص الجون بيبقى فاضي فانت بتبقى ضامن 100% فنصيب، فالحمد لله يعني انا كنت واخد القرار ان انا احطها في الزاويه اللي هي ديت، قلت عشان خاطر يعني لو جبل مثلا اترمى او اي حاجه ما يصدهاش، بس الحمد لله يعني طبعا نصيب، هي ما كانش ربنا رايد، فالحمد لله برده يعني اتردت برده في كوره في العارضه فينا، بس الحمد لله ربنا عوضنا بجول قفشه طبعا الجول العالمي، فالحمد لله فالحمد لله دي كانت الحمد لله حاجه كويسه، فلا ما تاثرتش يعني بالعكس، يعني اصلا اتاثر ليه؟ المباراه انت لازم نكسب يعني سواء احنا او هم فالفرقه لازم تكسب، فاللي هو فاضل لسه كان فاضل بدري يعني كان لسه في بدايه الشوط الثاني، فالحمد لله قدرت ان انا اكمل زي ما انا، حتى مستر موسيماني ناداني قال لي ما فيش اي حاجه عادي دورت، وقال لي كمل زي ما انت وانت ماشي كويس وربنا
يكرمنا ان شاء الله هنكسب ما تقلقش يعني في الاخر. اخيرا بقى رسالتك لجمهور الاهلي اللي فرحان دلوقتي زي ما انتم فرحانين بالبطوله دي. بالظبط. والله طبعا جمهور الاهلي بقول لهم الف مبروك البطوله الغاليه ديت، مبروك. انا عارف ان انتم كنتوا مشتاقين ليها، يمكن احنا اكتر منكم، بس طبعا انتم مشتاقين طبعا كتير زينا. وبقول لهم ان شاء الله دي مش البطوله بس، يعني ان شاء الله لسه كاس مصر وكاس السوبر ان شاء الله، والسنه الجايه باذن الله النجمه العشرة ان شاء الله احنا بنحتفل كده ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويكتبها لنا ان شاء الله، ونحتفل مع بعض تاني وتالت ورابع باذن الله. باذن الله. احسن، والف مليون حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك. كان مع